السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي تبعات قناة حراء التعليمية مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الشرح. لو عجبك الفيديو لايك شير، ولو أول مرة تتابعنا سبسكرايب وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نافذة اللغة العربية المستوى الأول الترم الثاني كي جي 1. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد بإذن الله، حرف جديد. تعالوا نشوف ايه هو الحرف اللي علينا النهاردة. عندنا حرف الظاء. الظاء عندنا هي حرف ايه؟ نتعلم باللعب. يلا بينا نشوف البرج بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. ليه بنطلع كام خطوة؟ ثلاث درجات، وكل درجة بسؤال. وتحل الثلاث أسئلة بتوعك وتبعتهم. هل تستطيع الوصول إلى أعلى دور في البرج؟ هيا نجرب. وزي ما احنا متعودين يا صحابي ان احنا بيبقى عندنا سؤال الايه؟ المراجعة. يلا بينا نشوف السؤال المراجعة بتاعنا بيقول لنا ايه؟ اول سؤال يلا عندنا. اختر الصوت الاول. جايب لي غين حرف فتحة. ايه؟ غين عليها فتحة وصورة غزالة وصورة دب. ايه اللي بقى بحرف الغين؟ الغزالة ولا الدب؟ طب تعين اول ننطق الغين فتحة، ننطقها لأقول ايه؟ غين فتحة غا غزالة غزالة ولا دب؟ ولا دب غزالة. سمعيكم وانتوا بتجاوبوا يا اصحابي. غا غا غزالة. غين فتحة غا غزالة. نحط دائرة على غزالة. وعندي واو فتحة وصورة ولد وصورة قرد. طب واو فتحة بنطقها اقول ايه؟ و و و و ولد. شاطرين، يبقى دائرة على الولد. وعندي حرف الشين وعليه فتحة شين فتحة شاء. وعندي صورة علم وعندي صورة شجرة. يبقى ايه شين فتحة شاء شجرة. جاوبوا معايا كده يا صحابي. شاطرين، برافو عليك. يبقى غين فتحة غ غزالة، واو فتحة و ولد، شين فتحة شاء شجرة. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لنا ايه. حدد عدد اصوات الكلمه. يعني احنا بنحل السؤال ده ازاي؟ بالسقفه. اتفقنا ان احنا هنشوف الكلمه عندي عامله ازاي، وهنشوف عدد الحروف بتاعها ايه، وهنعمل على اساسها ايه الدوائر بتاعتي. طب عندي اول سوره ايه اصحابي؟ صمغ. صمغ. طب تيجي نشوف كام بقى ايه سقفها. سقفهم س ص م غ. يبقى كام سقفه سقفت كده؟ ثلاث سقفات، ثلاث دوائر. ثلاث دوائر. عندي سوره جبن. يلا بينا. جو ب ن. كم سقفة يا حبايبي؟ ثلاث سقفات. ثلاث سقفات، يبقى عامل ثلاث دوائر. يلا شمس. شا م س. كم مرة؟ ثلاث مرات، يبقى عامل ثلاث دوائر. شاطرين يا صحابي. يلا بينا نشوف معانا ايه تاني. معانا أغنية الحروف بتاعتنا. يلا بينا، يلا نغني مع بعض. ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين صاد ضاد ظاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. شاطرين. يلا بينا نشوف معانا ايه تاني. المعلمة بتاعتنا النهاردة جايبة لنا الحرف الجديد بتاعنا، هو حرف الايه؟ الظاء. الظاء. خلي بالك احنا خدنا الحروف اللسوية اللي بطلع فيها طرف لساني. هم ثلاثة. ايه هم؟ الثاء والذاء والذال. احنا خدنا الثاء الثاء والذال. النهاردة بقى هناخد حرف الظاء، بس اخد بطلع فيها ايه؟ طرف لسانك. على اول اسناني بطلع طرف لساني على اول اسناني. حرف الظاء. بص بقى حرف الظاء، مش احنا خدنا حرف الطاء قبل كده؟ ايوه. وشفنا عرفنا بيتكتب ازاي؟ بيتكتب على السطر. حضرتك قلتي لي بص، نص دايره واسحبها وانزل بيها على السطر واحط العصايه بتاعتها في التلت الاخير. بس الفرق ما بين الطاء والظاء النقطه اللي على حرف الظاء، لكن حرف الطاء من غير نقط. اخول هو الطاء من غير نقط. الظاء بحط له ايه؟ نقطه. وطلع فيها طرف اسنانك لسانك كده على اول ايه؟ اسنانك، عشان دي من الحروف اللسوية. عرفنا يا صحابي حرف الظاء بيتكتب ازاي؟
اهو بص العصايه الثانيه اهي، العمود زي ما انا قلت لك محدش آخر. ينزلها في الاخر عند الحرف، عند الدايره في الاخر كده، التلت الاخير انا هعمل الدايره او هاخد نص الدايره وامشي بيها على السطر واعمل العصايه ايه بتاعتي، ما سيبش القلم. اشكال الحرف احنا خدنا ايه؟ تا 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 اشكال وتلاتة، اول الكلمة وسط الكلمة اخر الكلمة. اول الكلمة مادد ايده يمسك حرف، وسط الكلمة مارد ايده يمين ويسار، اخر الكلمة واقف لوحده يا اما فارد ايه ايديه. انا عندي هنا اهو اول شكل اهو اللي فاتح ايده يمسك اللي بعده، وتاني شكل اللي تحتيه فاتح ايده يمين ويسار، وعندي الشكلين في اخر الكلمة. يلا بينا بقى نشوف ايه في اول الكلمه. بص بيبقى واقف ازاي، فاتح ايده ويمسك حرف، مادد ايده ويمسك حرف زي كلمه صورة ايه هنا ظرف. كلمه ظرف هنا ماسك في ايه حبايبي؟ حرف الراء. الراء يبقى فارد ايد واحده يمسك في اللي ايه في اللي بعده. ظرف اسمه ايه؟ ظرف. ما بتنساش تطلع طرف لسانك. عندي بقى في وسط الكلمه مادد ايده يمين ويسار يمسك حرف زي كلمة عظمة. ماسك في ايه بقى يا اصحابي؟ ماسك في حرف العين وماسك في حرف الميم. برافو. زي كلمة عظمة. وعندي في وسط الكلمة لو قبلها حرف من الحروف النافرة، بصوا بتبقى مادة ايديها تمسك اللي ايه اللي بعدها بس. طب يلا بينا نشوف الحروف النافرة بتاعتنا ايه هي؟ الف والدال والزال والراء والزاي والواو زي كلمة أظافر. وده قبل حرف الألف من الحروف النافرة. طب مسك في الألف؟ لا مش هتمسك فيها. لا لأن أنا عندي الحروف النافرة إيه بتعمل إيه؟ بتمسك في اللي قبلها بس ما بتمسكش في اللي إيه في اللي بعدها. وحرف الظاء برضو مش من الحروف النافرة، فأكيد مش هيمسك في الألف عشان الألف من الحروف النافرة. شاطرة، برافو عليكي. يبقى أنا عندي حرف الظاء هنا ماسك في اللي بعده، وطبعا مش ماسك في حرف الألف لأن حرف الألف من حروف الرفاصة ما بيمسكش في اللي إيه في اللي بعده. بص في وسط الكلمة مادد إيد واحدة بس لو قبليه حرف من الحروف الرفاصة أو النافرة. طيب يلا بينا نشوف في آخر الكلمة. ليه شكلين زي ما قلت لك، شكل لو هو قبليه حرف من الحروف النافرة مش هيمسك في حاجة، لوحده. أو لو قبليه بقى مش حرف من الحروف النافرة هيمد إيده لقدام بس قبلي. يمسك في اللي قبليه زي كلمة محفوظ. محفوظ قبليه حرف من حروف النافرة ولا لأ؟ أيوة قبليه حرف الواو. أيوة حرف الواو. يبقى أنا هعمل هيكتب لوحده، هيتكتب لوحده ولا هيمسك في الواو؟ لا هيقف لوحده. هيقف إيه؟ لوحده. يلا بينا نشوف. احنا بناخد اشكال الحرف وبناخد الحركات الايه القصيره. ايه هي؟ فتحه كسره ضمه سكون. في الفتحه بفتح بقي، والكسره بكسر بقي، والضمه بضم بقي، والسكون اقف عندها. ظ ظي ذو أز. ولازم تيجي مع ايه الايه؟ فصول السنه. السنة بتاعتي السنة أربع فصول. كلنا مع بعض نقول صيف ربيع شتاء خريف. وأول فصل من فصول السنة بتاعتي فصل الصيف. الحرف هنا بيجي بقى إيه؟ بيلبس إيه فوق راسه؟ عليه بيلبس قبعة عشان دي تبقى شمس جدا. برافو. القبعة اللي هي إيه بقى؟ الفتحة شرطة مايلة فوق الحرف. شطرة شرطة مايلة فوق الحرف. وتنطق إيه أصحابي بقى الشطارة؟ ظا. برافو، طلع طرف لساني. يلا بينا نشوف. ظ فتح ظ ظهر. ظهر، عارفين الظهر اللي بنلعب بيه دوت بحرف الايه؟ الظاء. ظهر. ظ فتح ظ ظبي. نيجي للفصل اللي بعديه، فصل الشتاء. فصل الشتاء الظاء ايه؟ بيتزلج على الزلاجه ويقع يتكسر. الفتحه هتنزل تحت الحرف، هتنزل ايه؟ تنزل كسره. كسره. طب هينطق ايه تحت الحرف؟ هتنطق ايه؟ ظي. هتنطق ايه؟ ظي. ظ كسره ظي. ظ كسره ظي. ظل اللي هو الظل يعني. مش بتبقى ماشي كده قدام الشمس كده، بيبقى فيه ظلك قدامك. اهو بصوا فيه رجلين ولد اهو، واللي تحت الاسود ده الظل بتاعه، يعني ده معنى كلمه ظل. ظ كسره ظي ظل. ومعايا تالت فصل من فصول السنه بتاعتي، فصل الايه؟ الخريف. بتتساقط فيه اوراق الشجر والجو فيه بيبقى هوا قوي، يطير الحرف مني ويعمل ايه؟ ذو. ويبقى يبقى فوق الذو ديت بقى ايه؟ ضمه. ظ ضمه ذو. ظ ضم ذو. يلا بقى نشوف بقى ايه اصحابها. زف ظفر. ظ ضم ذو ظفر. ظ ضم ذو ظفر. يلا بينا نشوف اول درجه عندي من درجات السلم القطه بتاعتي جايبالي سؤال. السؤال بقى
ركزوا معايا بقى عشان تحلوه. ايه السؤال يا اصحابي؟ اكتب الحرف الناقص صورة ايه؟ صقر. صقر. وجايب لي حرف القاف وحرف الراء وهي فاضل لها حرف. ارسل الاجابة الصحيحة. يلا بينا نشوف اللي بعده. ايه بقى اخر فصل من فصول السنه؟ فصل الربيع. الجو بيبقى جميل وحرف الظاء بيقف ايه؟ يتفرج على الجو دوت والزهور وهي بتتفتح والفراشات. والفصل دوت بتدي له هديه. ايه بقى الهديه اللي بتديها له فوق الحرف؟ السكون. السكون دايره ايه؟ صغيره فوق الحرف. طيب بتتنطق ايه؟ از. طب لازم يجي قبلها حرف عشان اعرف ايه؟ اقف عندها وتنطق. عشان هي حركه ضعيفه. حركه ضعيفه لازم يجي قبلها حرف قوي. ما ينفعش ابدا تبقى في اول الكلمه. ايوه ما ينفعش تبقى اول حرف خالص. ما ينفعش تيجي يلا اول حرف. نشوف ظاء سكون ايه. ظاء سكون ايه؟ اصحاب الظاء سكون يا اصحابي. يلا تعالوا نشوفوا مع بعض كده الصوره اللي عندنا ايه. ظاء سكون عظمه. ظاء سكون عظمه. طب جاء قبل الظاء ايه؟ عين. عين. طب العين طب عليها ايه؟ عليها فتحه عشان تقوي الحرف عشان يسند الايه؟ الظاء السكون عشان ضعيفه. يلا بينا نشوف معانا ايه تاني. معانا تدريبات الاسئله بتاعتنا. بو اهو جاي يقولها لنا. صل الصوره بالحرف المناسب. عندنا ظاء فتحه ظاء كسره ذو از. وعندي صورة ظباء وظفر وعظمة وظرف. طيب الظاء الفتحة ايه؟ بالظاء الفتحة تيجي نفتح بقنا ونشوف كده. ظاء فتحة ظرف. ظرف. برافو. يبقى هوصلها بالايه؟ فتحة ظاء ظرف. طب الظاء الكسرة زي 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 ظباء ظباء. برافو. ظاء ضمة ذو ظفر ظفر. وظاء سكون عظمة عظمة. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. سؤال القطه بتاعتنا يلا. وتاني درجه من درجات السلم طالعه بيها اهي. ونشوف تاني سؤال هيقول لنا هتجيب ايه. هتجيب لنا السؤال بتاعنا عشان تحلوه. يقول ايه السؤال؟ اكتب الحرف الناقص صوره ايه دي يا اصحابي؟ عظم. عظم وناقص يعني لها حرف. احنا خدنا كلمه عظمه عظمه واحده بس. انما انا قلت لك عظم ده جمع كلمه عظمه. يبقى ايه هي؟ فاضل الحرف ايه؟ ارسل الاجابه الصحيحه. يلا بينا نشوف. ضع دائرة في موضع حرف الظاء. جايب صورة ظرف. يلا بينطق معايا كده. ظا 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 ظرف. يبقى ايه؟ في اول الكلمة. طب ايه الصورة اللي بعدها؟ صورة عظمة. ايه موجود فين حرف الظاء؟ عظ. موجود ايه؟ عايز. في وسط الكلمة. مه. طب موجود تاني حرف ولا الحرف الثالث؟ لا في وسط الكلمة تاني وسط حرف. وسط الكلمة تاني حرف. طيب صورة ايه اللي بعدها؟ ظبي. ظبي. ظ ظ ظ. يبقى نطقته ايه؟ في اول الكلمة. دائرة في اول الكلمة. يلا بينا نشوف سؤال اكتشف بتاعنا بيقول لنا ايه؟ ارسم صورة حيوان يبدأ بحرف الظاء. طبعا انتوا شطار وهترسموا ايه؟ ظبي. ظبي. يبقى ورينا بقى صورتكم الرسمة اللي انتوا هترسموها الجميلة. وابعتها لنا. واخر درجة من درجات السلم بتاعتي القطة. اخر سؤال. يلا بينا نشوف سؤالنا هيقول ايه؟ اكتب الحرف الناقص. صورة ايه يا حبايبي؟ بيت. بيت. جايب لي حرف الباء ونقط وحرف التاء. يلا كمل حرف الناقص وارسل الإجابة الصحيحة. هنا يا صحابي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا مننا. وإلى اللقاء في فيديو آخر. باي باي يا أصحابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.